رندا فهد مع اليوم بي إيت سمارت. موضوعنا الحلويات العربية الخفيفة، وفيني أقول لكم أنه شكلهم بشهي وريحتهم كثير حلوة. ولكن قبل ما نبلش هالحديث بدنا نذكر بمسابقة باري لايت، وعندها خبرية أكيد رندا. وإذا عندكم أي سؤال فيكم تتصلوا فينا على 04-444-444. صباح الخير. صباح النور، كيفك رندا؟ كثير منيحة، ماشي الحال؟ ريحة المزهر والموارد، شفتي شو طيبة مع كل شيء بتحطي، كيف السينمون القرفه وبنفس الوقت بالفعل. المزهر والموارد من أطيب الروائح اللي فيها هيك تفتح الشهية. صح. اليوم الثلاثة خلصت مسابقة مصر. مسابقة أسبوع الماضي في عنا رابح أكيد. أكيد، فكانت مسابقتنا هي أي في أقل بوتاسيوم، هل هو الكيل أم السبانخ؟ وجوابنا هو الكيل، لكن الكيل أوكي. أقل بوتاسيوم، فإذا السبانخ فيها بوتاسيوم أكثر، للي بحاجة أنه يأخذ بوتاسيوم بده شوي يعتمد على السبانخ أكثر من الكيل. ونحن عنا رابحة اللي هي مروة. مروة فيها تكون عم تشوف اسمها على الفيسبوك بيجز، وتكون عم تتصل على مطابخ باري لايت من هلأ لأسبوعين لتاخذ أكلات كاملين ليومين كاملين حسب الطلب اللي هي بدها تطلبه. وكمان هلا اليوم رح تنزل مسابقه جديده. شو السؤال الجديد؟ اللي هو اي في اكثر فركتوز هلا موسم الفواكه، فاذا هل هو المشمش اما الخوخ؟ اي في فركتوز اكثر؟ والمشاهدين من هلا ببلشوا يجاوبوا على هيدا السؤال على الفيسبوك بيجز ام تي في الايف او ار دي اف رندا دنيا فهد او اكيد باري لايت هيلث سنتر. عظيم. شو خبريتنا؟ خبريتنا اليوم تينا العلاقة بالأشخاص اللي هن بيأكلوا معظم أكلهم بشغلهم، وهيدا رح أسبوع جاي أو اللي بعده كنت عم بعمل سكيدجول حطته أنه أحكي عنه وقت كامل. ولكن بهيدي الدراسة بيّن أنه الأشخاص اللي عم يأكلوا بالشغل تقريباً عم يأكلوا 1300 كالوري زيادة أو 1300 كالوري هن مأكولات منا صحية، بنقولها أنه كالوريز فاضيين من التغذية. هلأ ليش هالشي؟ هالشي كتير كتار، والدراسة منها عدد صغير، عدد كتير كبير من الأشخاص. طبعا هن أكتر من عمرهم 18 سنة، مخرجين إجمالا من الجامعة، وهن بيشتغلوا 100%. وليش هالشي؟ هالشي لأنه في الفندنج ماشينز، فإذا في عندك شرك كتير هين أنه تروحي على المكنة وتكوني عم تشتري، فهون بيان بتشتري بالمكنة مزبوط. بتشتري إشي هي مالحة، هي بتحتوي كتير سكر. على دهنيات بتحتوي على سكر ونشويات. الشغلة الثانية أنه بيكون في بالجروبات اللي قاعدين بيكون في أعياد ميلاد، فدايما بأعياد الميلاد عم يجيب الجاتويات اللي عم تتاكل. وبهيك نوت صغير أنه إجمالا نحن كبشر وقتها يكون الأكل ببلاش، في واحد عنده رغبة إنه يكون عم ياخده. هاي وحدة. الشغلة الثانية الأكل المتوفر هو كمان الإنسان بيختاره، طبعا هذا هو الأكل المتوفر، فهذا اللي بده يكون عم بياخده. ما في غير شيء مزبوط. وكمان تبين أكيد إنه الأشخاص اللي هن بيشتروا والشريات إجمالا بالأكل ما رح تكون طبخة بالإجمال. فمن وراء هالإحصاء كانت أكتر، عم نحكي على عدد كبير من العالم بيشتروا في خبز كتير، يا دهون كتير، يا المعجنات آخره. هلا هون في عنا بده واحد ينتبه لهالشي، بده ينتبه انه يمكن الشركة تنتبه انه دايما هي اذا بتضيف ليش ما بتحط فواكه ليكون الموظف رايح جاي في فواكه. ليكون كمان فيها تكون عم تحط لبن بالبرادات بكل انواعه، فيها تكون عم تحط صحية، مزبوط اشياء صحية، خضرة يعني ليش لا، كمان جزر وخيار كمان منه غلط. وكمان في شرك فيهم يتعاقدوا مع اشخاص مثل عنا نحن بمطابخنا، يتعاقدوا مع مطابخ صحية ليكون عم يصلون مزبوط الأكل الصحي. حلو. فهيك لفتت نظر نايس. قبل ما بلش موضوعي، موضوعنا لكينا الحلو العربي. يمكن هيدي شغلة كلنا بنعرفها أنه الحلو العربي بالمحلات كتير عالي بالدهون والسكر 100% والوحدات الحرارية بالنتيجة. والوحدات الحرارية أكيد. هلأ تينا شغلتين يوم بدي ألفت النظر أنه لو بتشوفوا قديش سهلين هالمأكلات اللي بدي أعملهم
اليوم. قديش نحن فينا نعطي هالوقت الصغير لنكون عم نعملهم ويكون الاشياء اللي عم نستحليها معموله ببيتنا. وليش دائما بنحكي على الاكل الاجنبي؟ اليوم حبيت شوي احكي عن ماكولاتنا او حلوياتنا العربيه. رح بلش اول شيء باول طبخه او اول حلو اللي هي الكنافه. هلا اكيد كنافه على طريقتي، الكنافه اللي هي صحيه وكتير خفيفه. بهيدي الكنافه اول شيء عم نطلع هون في حليب، فاذا الحليب رح يكون بدون دسم. عندي كوبين ونص من الحليب، رح اقرا الانجريدينتس. رح يكون عندي ملعقتين كبار من الحلو المحلي الاصطناعي، رح يكون عندي ربع كوب من بودرة الرز. اوكي كمان حتى تسمكن تينا. عم يكون عندي 75 جرام من جبنة الموتزاريلا. اذا متطلع على الطرف عندي جبنتين الموتزاريلا والحلوم اللايت اللي هو بننقعهم حتى يكون عم يروح منهم مزبوط او هن عم يروح منهم الملح. فاذا 75 جرام من الموتزاريلا، 175 جرام من الحلوم اللايت. 175 جرام يعني قالب بالاجمال. حتى واحد يستوعب قديش يعني. هول كلهم عم نبرشهم نحن للجبنة. ومثل ما شميت الريحة، عندنا ملعقة صغيرة من مي ورد، ملعقة صغيرة من مي الزهر، عندي كعك كمان شايفين كيف برشينه، 6 ملاعق كبار من الكعك. كعك العادة مزبوط اللي نحن برشينه، و4 ملاعق كبار من البرز المجففين. هلا نحن رح ناخد بهيدي الأكلة نص كمية الحليب ونكون عم نغليها. هلا بنغلي الحليب وبنكون عم نحط فيه الأجبان. اوكي، بتذوب الجبنة بالحليب. بتذوب الجبنة بقلب الحليب، هيدي أول شيء لا تسمك. بعدين النص الثاني من الحليب بكون عم نحط له الرز، بودرة الرز والحلو، وبنجمعهم مع بعضهم بعدين. فصاروا كلهم مجموعين مع بعضهم، حطينا لهم المي ورد والمي زهر بالآخر بعد ما نحن طفيناهم، نظرناهم ليسمكوا. هلا أنا بصينية صغيرة رح كون عم حط نص الكمية الكعك بالكعب، وارجع المزيج اللي هو السمك رح حطه فوقهم، وحط كمية الباقي من الكعكات، وكون عام كبكب البرز مثل ما نحن شايفينه. فهيدي اللي نحن شايفينه هي قطعة من الكنافة. طبعا نحن رح احكي عن شو فيها هالكنافة. اللي حكيته أنا عم يعمل 6 حصص. الحصة اللي بدي احكي عنها هي 150 جرام إذا زنيها هون بالصحن قدي فيه مزبوط. فهيدا بالصحن هي الحصة اللي عم بحكي عنها. عظيمة، كتير حرزاني. فبالحصة في 209 وحدات حرارية، بالحصة في 23 جرام من النشويات، في 13 جرام فاصلة 40 من البروتينات، فإذا فيها بروتين، 7 جرامات من الدهنيات، وتقريبا جرام فاصلة 74 من الألياف. فينا نقارنها بسعرات الحرارية مع الكنافة العادية؟ الكنافة العادية اللي نحن عم نعملها بدون الكعكة عم بحكي. أكيد نفس الكمية مع الأطرات اللي فيها تقريبا بتحتوي على 500 وحدة حرارية. فهون نزلنا من 500 200، وبنفس الوقت عم يكون عندنا كل المواد المحطوطة مواد صحية. هيدي من أول ناحية. تاني أكلة عنا هي العسملية. فالعسملية كمان رح تشوفوا كيف كتير هينة رح نعملها. هونيك بدل كعك جبنا نحنا العسملية. فالعسملية إذا بتطلعتينا بنجيبها خالصة. وهيدي العسملية نحنا رح نحطها بالفرن تقريبا 10 دقايق. عادة بيحطوا لها زبدة أو سمنة. مزبوط، نحنا فينا ما نحط لها شيء أبدا. فينا نحطها على المقلة ونكون نحنا عم نبرمها. فكمان هي بتكون عم تحمر، ما ضروري ينزل لها شيء. بهالعسملية أنا حاطة كوب ونص من الحليب اللي هو بدون دسم، حاطة ملعقتين من الكورن فلاور نشا الذرة، وحاطة ملعقتين من المحلي الاصطناعي. أنا اللي بقوله وقت أعمل الحليب مع النشا الذرة مع المحلي الاصطناعي وحركهم رح يطلع معي بالنتيجة القشطة اللي نحن شايفينها. Exactly. فأنا كتير أشخاص بيسألوني كيف عم تعمل القشطة اللايت. هي القشطة اللايت. ما تفكروا إنه عم نخترع شيء كتير صعب. نحن حليب خفيف بدون دسم ومحل اصطناعي والملعقتين الكورن ستارتش. هذه هي كلها. فإذا هالقد الشغلة هي بسيطة وهي هينة. طبعا عم ينحط لها ملعقة صغيرة من مي ورد وملعقة صغيرة من المي زهر مثل ما نحن شايفين. وعندنا هون العسملية، استعملنا كبيتين من العسملية. هلأ فمثل ما قلت عملنا القشطة لحالها، عملنا العسملية،
كمان على الكعب رح حط نص العسملية وارجع حط القشطة وارجع حط باقي العسملية فوقها. هيدي اللي نحن شايفينها هتلا نزينة يا تينا، مش معقول مش مزينة باللي لازم تتزين فستق حلبي، الفستق الحلبي. فإذا هلا صارت عسملية أصلية، هي شو فيها سعرات حلوية؟ رح نحطها هون هيدي العسمالية اللي عم ناكلها. هيدي الكمية تينا هي فيها بس لحدد فيها 40 جرام بيطلع من العسمالية. أوكي. لكن كمية العسمالية 40 جرام و25 جرام من القشطة. أوكي. أنا اللي عملتها الكمية اللي حكينا عنها أول شيء بتعمل 10 بورشن. أوكي. فإذا هيدي هي البورشن اللي فيها، والبورشن بتحتوي على 150 وحدة حرارية، فإذا كتير خفيف بتعقد كسناك أبدا منا غلط. بتحتوي على 3 جرامات فاصلة 51 من البروتين، بتحتوي على 0.11 جرام من الدهنيات، فإذا كمية الدهنيات كتير قليلة، ولكن هي ما بتحتوي على كتير ألياف، 0.39 جرام من الألياف. فإذا كمان هون عسملية فينا ناخدها جود سناك، مثل ما بنلاحظ كل شيء فيها صحي ما بتضر ابدا. مريض السكري بده يحسب بحسابه بس انه عم ياخذ هون العسمليه اللي هي من النشويات، بده يحسب حساب كميه النشويات اللي اخذها. وبالحالتين ان كانت الكنافه او العسمليه ما في لزوم الواحد يزيد قطر، لانه حاطين المحل الاصطناعي بقلبها، الطعمه موجوده مزبوط. يعني هلا تينا انا في اشخاص بيقولوا لي عم تضحك علينا يعني انه هي مش الكنافه الاصلي، ما نحن اكيد ما فينا أكيد نعمل الأصلي هيك لنكون عم نخففها، يعني ما في شيء سحر بالحياه 100%. والا كمان القطر، من اسبوع حكيت على كيف فينا نعمل قطر بالمحل الاصطناعي، فكمان فينا نعمل قطر فيه. حلوين افكارك رندا، اكيد الأشخاص إذا بيحبوا يرجعوا يأيدوا يمكن مصبت المكونات والمقادير على التحديد، فين يرجعوا يحضروا الحلقة بكاملها على صفحة الام تي في أو حتى على الفيسبوك. عندي على الأرض أفرن دنيا فهد، وكمان عندي على الإنستغرام فيون من هلأ لبعد يومين تقريبا بترجع بتنزل مع كل الانجريدينتس تبعو. كنا عم نحكي عن العسملية اللايت وعن الكنافة اللايت، اتنيناتهم هوم ميد فينا نقول، اثنيناتهم فيهم حليب خالي من الدسم، ما في دهنيات، والسكر السكر المحلي ما في سكر فيه ياخذهم. في بعد عندي نقطة وقت تينا على السريع، اوكي انا بدي لكن اذا على السريع كمان مرتين رح احكي انه هل فينا نتناول هالشيء على الترويقة ام لا، هل فينا كحلو نتناوله على الترويقة ام لا. بدراسات جديدة بينت انه ايه، ولكن خلينا نحكي على ولكن بعدين، ولكن هيدي مش رح ننسيها رندا. رح ناخذ وقفه مشاهدينا مكفين لايف اكيد، وانا بعد شوي رح تلاقوني مع مارك بنيتشر.